على فكرة اللي هينكد علينا في السفرية دي بنتك. ده بس يا حبيبي عشان انت ما بتقعدش معايا كفاية، مش عارف تتعامل معايا. استنى بس لما تسافر هتاخد شورت كورس. سقف طموحاتك عالي جدا. هعدي على الموقع. ها ليه يا يحيى؟ هبص بصة سريعة كده ونمشي على طول. سريع. حاضر. يا عليك يا يحيى، يعني لازم تفوت على الموقع الأول وتلطعنا ساعة في العربية؟ يا مفترية، ده هي ربع ساعة بس. بقى يا حبيبتي لازم أوري نفسي للمهندسين والمقاولين علشان يشدوا حلو. أصل إحنا إن شاء الله بعد المشروع ده داخلين مشروع تاني كبير، فادعي لي نخلص بسرعة. بص في المراية كتير ليه؟ في موتوسيكلين ماشيين ورانا بقالهم فترة. أبوس إيدك بقى، بلاش أفوار. فاكر آخر مرة؟ افتكرت إن العربية اللي ماشية ورانا بتراقبنا، ونزلت واتخانقت، وفي الآخر طلع إن في عربيتين شبه بعض. يا حبيبي افصل دماغك شوية. مش ممكن يا أخي، دماغك شغالة ال 24 ساعة، حرام. نزل تحت. ايتم تعرف الدوازه انزلي تحتي ايتم.